خد البوست اللي بعده. يلا. عايزني نسخة طبق الأصل من طليقته، لبسها، مكياجها، بارفانها، ده حتى بيقارن بين ضحكتي وضحكتها. طب كنت طلقتها ليه لما انت مش عارف تشوف غيرها؟ على حسب هما اتطلقوا ليه، ينفع يرجعوا ولا لا، ولو ينفع يرجعوا هي تصلح بينهم وتخلع من الموضوع ده خالص. ايه ده بجد؟ اه والله. لان هو مش هيتغير. لا، وانا ليه اعيش مع واحد بيقارن بيني وبين واحده طول الوقت؟ بس هي تحاول تصلح على حسب بقى. لو هما بقى اسد طافح في كل اجاباتك. والله ابدا بقى. انا عقلانيه جدا. فايت فور يور لاف. لا، حاربي عشان حبك. احارب لما انت تبقى عايز تبقى معايا، انما ما حاربش علشان افوز بيه. هو عايز بيه. يبقى معاك. امال هو طلقها ليه وجالك؟ لا، هو ما طلقهاش، هو اوريدي مطلق وقابلني. فكل حاجه مش هيقارن بيني وبين حد الا لو هو لسه في دماغه لحد. صح، اوكي، نخش.